أكثر من 30 آلية جمعت في مبادرة طيبة من وزارة البنية التحتية بولاية الجزيرة لتعمل في صيانة وتأهيل الطرق بحاضرة الولاية مدينة ود مدني. المبادرة جاءت بعد انحسار مياه السيول والأمطار التي ضربت أجزاء واسعة من الولاية في عدد من محلياتها. الطرق بمدينة ود مدني تعرضت لتشوهات كبيرة عاقت حركة المرور وتسببت في أعطال كثيرة بالمركبات. ومن الواضح أن حكومة الولاية شمرت عن ساعدها وأعلنت عن تحديها لكل الصعاب التي تواجه عمليات التنمية في محلياتها المختلفة، مشيرة إلى أن تعثر التمويل الاتحادي لن يقعدها عن إنجاز ما يرضي طموحات المواطن. فصيانة وتأهيل الطرق الداخلية لعاصمة الولاية تنادت له أكثر من مؤسسة تنموية واجتماعية في مبادرة تعد من المبادرات التي تقهر الصعاب التي تعترض قضايا التنمية والتطور التي تقعد عادة إنسان الولاية من التقدم والازدهار. اليوم نحن عندنا فعالية ضخمة جدا، مشاركة بين وزارة البنية التحتية وفرقة الاستخبارات أو إدارة الاستخبارات بالفرقة الأولى مشاة والإعلام محلية ود مدني. الآن بدينا في إصلاح الطرق الداخلية لمدينة ود مدني بالإمكانيات المحلية، لأنه المسألة الأسفلت والتعاقد وكذا تعثرت كثيرا مع وزارة المالية الاتحادية بسبب الزيادة بتاعت المرتبات الكبيرة جدا اللي حدثت بداية هذا العام وضعف الموارد بشكل عام نسبة للشوارع والطرق وكذا. فنحن قررنا نشتغل بإمكانياتنا المحلية اللي هي بالشغل يعني بتاع ردم وطرح وكومباكتينج بالآلة الكومباكتر، حيصلح على الشوارع بنسبة كبيرة جدا يعني، علشان تبقى المسألة تحت المرور بالنسبة للمواطنين في مدني أكثر سهولة، لأنه الآن صعبة جدا الشغل الموجود في الشوارع من الحفر وغيرها. الشغل ده بديناه اليوم، الآن شغال في أكثر من 30 آلية، من قلاب للودر لباك لودر لرشاش موية لكومباكتر. الجهود دي كلها مشاركين فيها، شركة زادنا برضو مساهمة معانا، الفرق الأولى عبر الاستخبارات مساهمة، وزارة البنية التحتية عبر هيئة الطرق والجسور، الإخوة الإعلاميين والقنوات التي ساهمت معنا، ونشكر قناة الشروق أيضا لتغطية لهذا الحدث الهام. وسيستمر العمل يعني حتى نهاية الشهر إن شاء الله لكي نستطيع إصلاح كل الطرق بشكل يمكن المواطن من المرور فيها بسلام. أيضا في فعالية ضخمة جدا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، الفعالية دي فعالية بتاعت اجتماعات مع شركات عالمية مستهدفين فيها الإصلاح الجذري للبنية التحتية للطرق في ولاية الجزيرة إن شاء الله. وزارة البنية التحتية بولاية الجزيرة صاحبة المبادرة أكدت على الالتزام بمعالجة تشوهات الطرق والمصارف بكل المحليات، وأعلنت عن إنارة الطرق وتجميلها متحدية بذلك شح الإمكانات التي تحبط وتعيق تحقيق هذه المشروعات، ودعت الجهات الرسمية والشعبية للمشاركة في هذه المبادرة وصولا إلى ولاية متطورة ومتقدمة. نقوم أيضا من ضمن مشروعات البنية التحتية الآن وقبل لحظات دشنا الأخوة لولاية الجزيرة مشروعات الطرق. حقيقة بدينا بمحلية ود مدني حاضرة الولاية، إن شاء الله حنعمل على ترميم كل الطرق الموجودة الداخلية اللي هي خلال الفترة الماضية حقيقة تعرضت لبعض الشقوق وبعض الحفر نتيجة الحمل الزايد ونتيجة المياه والرطوبة ونتيجة الكثافة المرورية. الآن بدينا المشروع ده من يوم 24 ليوم 29، إن شاء الله حنعمل على معالجة كل الطرق في مدينة ود مدني. حيكون مصاحب لها إكمال الإنارة وإكمال عمليات الانتروك والكلبستون، وأيضا حيكون في مشروع مصاحب هو تشجير الطريق حتى ونكمل فيه كل اللوحات المرورية والعلامات المرورية والإشارات المرورية، حتى إنه مدينة ود مدني حاضرة الولاية تظهر بوجهها المشرق في مجال الطرق. إن شاء الله أول أكتوبر عندنا حندشن 86 مشروع في مجال الكهرباء اللي هي 55 مشروع
إنارة ل 55 قرية داخل ولاية الجزيرة كانت حقيقة مظلمة، الآن أكملنا فيها العمل تماما ال 55 قرية. عندنا من ضمن مشروعات الكهرباء عملنا على إنارة 16 محطة مياه، وأكملنا 8 طرق إنارة 8 طرق داخلية، وأكملنا 8 وحدات مرافق حكومية أكملنا الإنارة بتاعتها. إن شاء الله في أكتوبر حندشن مشروعات الكهرباء. يمكن الآن وضعنا خطة استراتيجية كبيرة جدا للبنية التحتية في ولاية الجزيرة، في أنه نحن الآن يعني اشتغلنا بأكثر من 6 مليار جنيه أو 6 تريليون جنيه اشتغلناه من ميزانية ولاية الجزيرة. نحن مستهدفين إن شاء الله في العام 23 أنه نحن بجانب التمويل الولائي نستهدف التمويل عبر القطاع الخاص، عبر البنوك، عبر نظام البود، حتى انه احنا كل مشروعاتنا في ولايه الجزيره نقدر ننجز فيها اكبر عدد من المشروعات. ولما كانت القوات المسلحة ممثلة في الفرقة الأولى مشاه بولاية الجزيرة بود مدني قد سبقت في تقديم المبادرات بعمليات نظافة وتجميل المدينة، إلا أنها أكدت تسخير كافة إمكاناتها لتأهيل وصيانة الطرق بالولاية، وأشارت إلى أن مبادرة وزارة البنية التحتية عززت من دور القوات المسلحة تجاه المجتمع في إطار مسؤولياتها المجتمعية، وأعلنت أنها لن تألو جهدا في مساندة حكومة الولاية في ظل تكامل الأدوار وتوحيد الجهود. امتدادا لدور القوات المسلحة بالمجتمع، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للفرقة الأولى مشاة تجاه مجتمع مدني جميل، دائما نحن في القيادة نتلمس ما يمكن تقديمه من خدمات لهذا المجتمع الرائع. في هذا الإطار برعاية كريمة من السيد والي ولاية الجزيرة وبالتعاون مع وزارة البنية التحتية وشرطة مرور الولاية بتنطلق اليوم فعاليات لإصلاح الطرق، مبادرة من القوات المسلحة لإصلاح الطرق وإزالة التشوهات وردم الحفر وبعد المعالجات الخفيفة. بالرغم من التكلفة العالية للسفلتة إلا أنه ينبغي أن لا نستسلم لتشوهات بهذه الصورة في مدينة مدني، وأن يتم المعالجة المؤقتة بين فترة أو أخرى. من هذا المنبر نشيد بالأطفال اللي بيكونوا في الطرقات بيدفنوا في الحفر وبيتفاعل المواطنين والسائقين معهم بتحفيزهم بالشيء البسيط. ختاما معا إن شاء الله لمدني بلا تشوهات طريق وبلا حفر. جاءت مشاركة شرطة المرور بولاية الجزيرة في مبادرة تأهيل وصيانة الطرق بمدينة ود مدني بالتزامها بصيانة العلامات المرورية والإشارات الضوئية حتى تسهم في خفض الحوادث التي تقع نتيجة لتردي الطرق، مؤكدة أن وجود الإشارات الضوئية سيعمل على فك الاختناقات المرورية التي عانت منها مدينة ود مدني. والمحافظة على سلامة الناس هي مسؤولية الجميع، والوعي من كل السائقين ومستخدمي الطرق إذا كان سائقين إذا كان راجلين عابري مشاة سائقين مواتر أو دراجات نارية عابري طريق راجلين، فهي المسألة بتاع سلامتهم دي هي مسؤولية مشتركة بين كل مستخدمي الطريق. سلامة الطرق هي واحد من أسباب وأهداف السلامة المرورية. نحن بنأكد دعمنا للمبادرة ووقفتنا التامة مع المبادرة لحد ما يتم العمل في داخل في إعادة تأهيل كل الطرق داخل مدينة ود مدني. شارع المحطة هو يتضرر كثير بفعل الحركة العابرة للولايات الأخرى إذا كانت سنار، إذا كانت النيل الأزرق، إذا كانت سنجة أو النيل الأبيض،
مدينة ود مدني. فنحن حاليا بنطلب من سائقي الشاحنات والبساط السفرية ان هم يستخدموا الطريق الدائري اللي هو ايضا حتصلوا الصيانة وحيتم إعادة تأهيله ومعالجة كل المشاكل اللي حاصلة فيه، باعتبار انه يكون طريق سالك للاستخدام ومناسب لاستخدام كل المركبات. وده بيساعدنا في ان احنا نخفف الضغط على الطرق الداخلية، لانه غالبا الطرق الداخلية ما مصممة لاستيعاب سعات كبيرة كشاحنات وحمولتها، فهي بتكون مصممة لحمولات خفيفة. فنرجو من كل سائقي الشاحنات اللي هم عابرين يستخدموا الطريق الدائري من صيانة الطيارة ولحد صيانة المركزي، لأن أصلا هو طريق مصمم لحركة بتاعت نقل ثقيلة ولحركة بتاعت عبور شاحنات وبضائع. ونتمنى من الجميع في مدينة المدنية التعامل مع سلطات المرور والالتزام التام بكل الموجهات والإرشادات المرورية لرجال المرور والقيادة الآمنة، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، ربط حزام الأمان، كل التقييد وكل الإرشادات والموجهات بتاعت القيادة الآمنة. هيئة الاستخبارات بالفرقة الأولى مشاة شاركت هي الأخرى في المبادرة، وأكدت أن القوات المسلحة ستكون سندا لكل مشروعات التنمية التي تنفذها حكومة ولاية الجزيرة. نحن في إطار العمل المجتمعي بعد السيول والأمطار التي أصابت ولاية الجزيرة، حقيقة نحن عندنا يعني مبادرات عملناها مع محلية مدن الكبرى بإصحاح البيئة، وأسبوع لمدة أسبوع كامل الحمد لله تم نظافة المدني يعني بصورة كبيرة جدا، يمكن نقول بنسبة 80%. وكذلك برضو عندنا إن شاء الله عمل مجتمعي عملناه مع وزارة الصحة لإيصال بعض الكوادر الطبية لمحليات المدني، محليات الجزيرة هي المناقل، محلية جنوب الجزيرة ومحلية أم الغرة، ده كله في إطار العمل المجتمعي. الآن نحن قوات مسلحة الفرقة الأولى بتنسيق مع البنية التحتية، وزارة البنية التحتية ومحلية مدن الكبرى، في نعمل على صيانة الطرق الداخلية. الجميع يعلم في مدينة مدن بالذات باعتبار أنها هي العاصمة الإدارية لولاية الجزيرة، والناس كلهم بيجوا لها في محلية ولاية النيل الأزرق ولاية سنار ولاية القضارف باعتبار منطقة وسطية، الشوارع يعني هي سيئة جدا، وطبعا كلها بآثار الخريف والحمولات والعربات الكبيرة اللي بتخش داخل مدينة مدني. في إطار العمل ده نحن إن شاء الله عملنا اليوم حملة كبيرة جدا مع إخواننا في البنية التحتية ومحلية مدن الكبرى، عايزين نصين الطرق الداخلية لمدينة مدني، وإن شاء الله الكلام ده يستمر لمدة أسبوع، وإن شاء الله هي بعد ما تكون يعني شوارع نظيفة إن شاء الله هنا بعدها عنده المراج بتاع السفلة، وإن شاء الله الطرق تكون مسابة بصورة طيبة. ونحن قوات مسلحة وتجمع رئيس الأركان القوات المسلحة والقائد العام القوات المسلحة سخر كل إمكانياتنا بتاع القوات المسلحة، شركة زادنا، سلاح المهندسين، القوات الجوية، كلنا بنعمل في نزل واحد مع أهلنا في ولاية الجزيرة عشان نعمل بعض الخدمات اللي بتدعين أهلنا في ولاية الجزيرة، ونحن معاهم وكلنا شعب واحد وجيش واحد. ده طبعا شعار، ونحن يعني في ولاية الجزيرة نحقه على أرض الواقع ويكون عملي، ونحن إن شاء الله مع أهلنا في ولاية الجزيرة وهم يستحقون هذا العمل، لأنه شعب راغي، مدينة مدني مدينة راغية، وهلا راغين والجزيرة يا هلا طيبين، ونحن معاهم وهذه لهنا كلنا ونحن كلنا معاهم إن شاء الله. هيئة الطرق والجسور أشارت إلى أن المبادرة ستنفذ خلال 7 أيام عبر العمل المتواصل وتسخير كافة الآليات في ردم الطرق وتسويتها، هذا فضلا عن الجهود التي ستبذل لصيانة الجسور. كنا الانطلاقة من شارع المحطة بمشاركة أو بإشراف هيئة الطرق، بتنفيذ هيئة الطرق والجسور وإشراف وزارة البنية التحتية، وبمعاونة القوات المسلحة وهيئة المياه ومحلية المدن الكبرى. يمكن بدل أو بتستهدف الحملة معالجة كل الطرق اللي تأثرت في الخريف في مدينة ود مدني، يعني بتتجاوز 15 كيلومتر بتستهدف كل الطرق يمكن بتاعت مدينة ود مدني. والمبادرة طبعا بإشراف السيد الوالي وتمويل وزارة المالية. الفترة المتوقعة لتنفيذ الأعمال يمكن ما بتقل عن أسبوع، ونحن خلال الأسبوع ده حيتم معالجة إن شاء الله كل الطرق، لأنه يمكن في استنفار كبير جدا للآليات، آليات الهيئة
والآليات الولاية الموجودة في الولاية كلها. يمكن الناس بتشاهد هسه في المشاهد دي اللي هي استنفار جميع الآليات لتكثيف الحملة وإنجاز الأعمال في فترة بسيطة. يمكن هو المنشود انه يعني يتم صيانة الطرق بالصورة المصر اللي هي عقب يعني فصل الخريف اللي هو يمكن حيتم يعني مناقشة العقد بتاع شركة زانة لأعمال الأسفلت والصيانة لمدينة واد مدن اللي هو يمكن تم التعاقد على 20 كيلو صيانة طرق أسفلتية، لكن يمكن الموضوع لسه ما تم التمويل بالصورة المطلوبة لبداية أعمال الصيانة المتكاملة اللي هي الصيانة الأسفلتية بتنفيذ شركة زانة، لكن حيتم مناقشة هذا العقد والتمويل في الفترة المقبلة لإكمال الصيانة بالصورة المطلوبة يعني في الفترة الجاية إن شاء الله. مبادرة صيانة وتأهيل الطرق الداخلية بمدينة واد مدني وجدت قبولا طيبا لدى المواطنين وبعثت روحا إيجابية للعمل الجماعي على مستوى المؤسسات بولاية الجزيرة.